واخد اخبار الجواب. يا خبر وحش يا وحش، بتقل عليا تغم حياتي. يكونش الواد ده ابنك يا صادق، وانت اتفقت مع امه ترميه علينا عشان نربيه؟ ليه يعني مش هقدر اكله استهانم؟ هديني صابر على بلاوي الناس اللي بتتحدف على ناس. هات الجواب. اتفضل. يلا يا صابر روح، عامل نور ضلمة على وشي. يلا هاكي. يا حبيبي، حاول تعوض ابنك بالحب اللي حبيته لك، ما تنساش الايام الجميله اللي قضيناها سوا وسط البهايم والمواشي بعيد عن عينين الناس. بس ظهر الحق، يبقى سلام ابو الولد. هات المستند ده. الحمد لله طلعنا براء. طلع منها الدكتور سعيد. تفتكر يكون سلامه؟ نشوف. اوكي انا همشي اشوفك بالليل في الخناقه. اني خناقه؟ خناقه اللي بين سلمى وسلامه. طبعا. طب انت ماشي رايحه على فين؟ رايحه مكتبه الجامعه، عندي ابحاث. باي باي. يا باشمهندس عايز ايه؟ لويس الزبونه بتاع اسكندريه وصلت وثانيه في المكتب. انت مش ملاحظ ان انت بتجيب لي اخبار غريبه قوي؟ انا ده انت سائل قوي. اتفضل. نهار اسود، الحكومه وصلت. الحكومه وصلت. ايوه يا سلمى. ايوه انا ما اتضربش على قفاي. في حد ضربك على قفاك؟ قولي لي هو مين. قولي لي مين. ورايا على المكتب. تعالي ما نتكلم هنا في الجو الرايق ده. هتيجي ورايا ولا لم عليك الناس؟ سلمى بلاش تهور وخلينا كويسين. ايه الجواب ده؟ ورايا على المكتب. على المكتب؟ ايه الجواب ده؟ ايه ده؟ اهلا يا فندم، يا ريت سعادتك تجي لي في وقت تاني يكون الراجل رئيس الحسابات موجود. عايزني اجي من اسكندريه لحد هنا علشان تقول لي اجي مره تانيه؟ هي ايه الحكايه يا اخي؟ حضرتك مين؟ انا اللي خاف يقول لك عليا، انا المدام بتاعت حضرتك. لا اصل المدام متعوده دايما تيجي هنا المزرعه، واصل جوزها زي ما تقولي كده. هقول ايه يا سلامه؟ ده الجواب هو اللي بيقول. يا سلمى افهميني، انت مش فاهمه حاجه، هفهمك كل حاجه. اهدي بس. يا سلمى ارجوكي امشي انت دلوقتي عشان عاوز اكلم مراتي في كلام خاص. طيب انا هتصرف. استني. انا لقيت الجواب ده على باب البيت. وانا مالي ما لقيتش غيري؟ الله انت مش شايفني واخد نومتي ومترحل؟ الله مالك يا صابر؟ اوعى من قدامي كده وانت عامل زي الجدي المخطوط. يا ساتر عليك.